مكتوب هون الاي ان الاي اكس، يعني اكزوز النار اكزوز الهواء، هذا اكزوز الهواء اكزوز الهواء طرف التالي. طبعا هلا رح ركب الغطاء، هذا بركب قطع الطرفين، فمكتوب هون الاي ان الاي اكس، يعني اكزوز النار اكزوز الهواء، هذا اكزوز الهواء اكزوز الهواء الطرف الثاني اكزوز النار، هذا بركب معنا هيك ركبها سوا. وهلا بنشدهم بالتساويات مشان يطبقوا معنا صح. تمام، بعد ما وصلناهم هلا بنشدهم بالساعة. هلا بعد ما شديناه نجربه. طبعا هيك وصلنا لاخر الفيديو، ضل عنا نركب جنزير الصدر. رح نعمل فيديو تاني مشان ما يصير فيديو طويل كتير وممل، رح نعمل فيديو تاني ونحن بنركب جنزير الصدر. هلا هيك تمام، الله يعطيكم العافية.